أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من صالون الصحة والجمال. يبدو أن انتشار فيروس كورونا أصاب كثير من فئات البشر وانتاب كثيرا من السيدات وخاصة الحوامل بنوبة من القلق. حول هذا الموضوع سوف يدور حوار الحلقة اليوم، الحمل في زمن الكورونا، مع الأستاذ الدكتور محمد حسين مصطفى، أستاذ النساء والتوليد والعقم، كلية الطب جامعة عين شمس. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك دكتور عماد، وأهلا وسهلا بحضرتك وكل المشاهدين. الحمل في زمن الكورونا، عايزين نبدأ موضوع الحمل في زمن الكورونا بنبذة بخاطرة من حضرتك عن فيروس كوفيد 19. إيه هو وإزاي بينتشر وإزاي بتحصل العدوى؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حضرتك أثرت موضوع مهم جدا جدا جدا، لا يخلو بيت من الحوامل ولا يخلو بيت من الكلام عن فيروس كورونا، وكلنا بنبقى خايفين جدا على الحوامل والأطفال وكبار السن. زي ما حضرتك عارف أكتر الفئات المستهدفة، الحوامل طبعا دي فئة مستهدفة قوية جدا. الحامل بصفة عامة المناعة بتاعتها بتبقى ضعيفة، وبتبقى عبارة عن روحين أو جسدين في جسد واحد، وبالتالي هي ما بتبقاش إصابة ليها بس، بتبقى إصابة ليها وللبيبي بتاعها. في نفس الوقت الحمل بيعد في أحوال كتيرة جدا من الحاجات اللي بتأثر على صحة السيدة في الأحوال العادية، فتخيل لو حضرتك أصيب إليه حاجة زي الجائحة اللي احنا بنواجهها الأيام. طبعا فيروس كورونا هو فيروس مش جديد، ده فيروس قديم، والفيروس دوت في حوالي 7 أنواع منه اترصدت قبل كده. عائلة كاملة بالظبط كده، واترصد منها حوالي 7 أنواع قبل كده، ما كانش أكتر. ولكن هو الجديد إيه؟ الجديد إن الفيروس الجديد اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الكوفيد 19 دوت، ده في تحور أو تطور في شكله شوية عن عائلة الكورونا فيروس بصفة عامة. فعشان كده هم بيقولوا كورونا فيروس 19، ان هو ده اللي تطور او تحور او شكله اختلف او المستجد في سنة 2019، فعشان كده تسمى 19 كوفيد 19 اللي هو كورونا فيروس 19، يعني كورونا فيروس بتاع 2019. لكن كان في كورونا فيروس قبل كده، نقطة مهمة، في كورونا فيروس ديزيز اللي هو الاختصار بتاع كوفيد 19، يعني اكتشف النوع ده من العائلة في 2019، لكن كورونا فيروس كان موجود قبل كده. وده سر ان احنا في بداية او استهلال الحلقة بنتكلم عنه تاني، لان هو مستجد وحير العلم والعلماء، ولقينا كتير من الجهات البحثية ما زالت لحد دلوقتي بتصدر تقارير فيها شبه تناقض. بالظبط، يعني وده بيؤكد بقى الآية الكريمة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعشان كده بنسأل حضرتك تاني، هو إيه حكاية فيروس كوفيد 19؟ ما هو طبعا من منظور بقى حضرتك طبيب أستاذ النساء والتوليد، فمن منظور آخر بنشوف يعني حضرتك شايف الفيروس ازاي؟ بالظبط، يعني احنا واحنا في سنه ثالثه في كليه الطب كنا بندرس الكورونا فيروس، وموجود في الكتب، الكورونا فيروس موجود في الكتب بتاعتنا اللي احنا كنا في سنه ثالثه، يعني من فتره طويله جدا. ولكن الكورونا فيروس اللي كان موجود وكنا بندرسه ده تحور وشكله تطور وبدا يسبب اعراض مختلفه عن عائله الكورونا فيروس اللي هو بينتمي اليها، فعشان كده تسمى 2019 او 19، يعني نسبه الى 2019. طبعا زي ما حضرتك عارف هو بدا في مدينه اوهان الصينيه وبعد كده بدا ينتشر للعالم كله. الفيروس مشكلته الأساسية إيه؟ مشكلته الأساسية إن هو معدل انتشاره سريع شوية عن العائلة بتاعته، وفي نفس الوقت إن إصابة الجهاز التنفسي بتاعه قد تسبب وفاة وقد تسبب مشاكل وقد تسبب مضاعفات للجهاز التنفسي بصفة خاصة، وهو ده اللي كان غريب شوية عن عائلة الكورونا فيروس بصفة عامة، وبالتالي هو ده اللي كان محتاج إن هو تطور في البحث بتاعه. وطبعا معدل انتشاره السريع جدا جدا جدا، احنا بنتكلم على حاجه بدات في ديسمبر 2019، احنا دلوقتي في شهر 6، يعني بنتكلم في 6 شهور لما ينتشر في الملايين دي من العالم ويسبب المئات الالاف من الوفيات حتى الان. فده شيء طبعا غريب. وعشان كده منظمه الصحه العالميه لما اعلنت في يوم 30 يناير ده برضه بقاله فتره طويله قوي، يعني احنا بنتكلم في حوالي 4 شهور او اكتر فاتوا، اعلنت انها ايمرجنسي، يعني انها حاله طوارئ، اعلنت حاله الطوارئ. ومن 30 يناير استنوا لغايه شهر 3 تقريبا، يوم 11/3 على قد ما اتذكر، على ما اعلنوا انها جائحه ووباء عالمي، وباء عالمي. ففي شهر 3 بدانا نقول ان ده وباء عالمي، طبعا طبقا لمنظمه الصحه تفشى الى اكتر من مكان واكتر من دوله، فاصبحت الجائحه وباء عالمي. بالظبط كده.
فمنذ إعلانه كحالة طارئة إلى تفشيه كوباء في شهر مارس إلى دلوقتي، إحنا بقالنا من مارس ده 3 شهور لغاية دلوقتي، طبعا الحالات في مصر كانت قليلة جدا، ولكن بدأت زي ما إحنا شوفنا في الآونة الأخيرة بدأت الحالات تزيد، ومصر من الدول المحظوظة جدا 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 بإن لله الحمد إحنا نسب الوفيات عندنا لا تذكر، يعني لما نبقى 1300 1400 وفاة حتى الآن الحمد لله، فده رقم قليل جدا بالنسبة لدولة زي الولايات المتحدة الأمريكية اللي إحنا بنتكلم نتكلم دلوقتي في 110 و120 ألف حالة وفاة. بمناسبة حالات الوفاة، وربنا يا رب يحفظ الجميع ويسلم الجميع بإذن الله وما تزيدش حالات الوفاة، أما بدأ انتشار هذا الوباء في أوروبا وازدادت نسب الوفيات، يعني جاء في أذهان العلماء في أوروبا هو يعني إيه الأسباب اللي في الشرق الأوسط يعني نسبة الانتشار أقل ونسبة الوفيات أقل، فكان ده محل اهتمام طبعا، وما زال طبعا السؤال ده محير لناس كتيرة جدا جدا جدا. احنا على الرغم من تواضع الأجهزة الصحية عندنا والإمكانيات الصحية عندنا وتقدمها العنيف بره، في سواء كانت في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا، إلا إن معدل الوفيات هناك عالي جدا جدا جدا، لما نلاقي دول بيموت فيها بالأربعين ألف وبالخمسين ألف وبالستين ألف والسبعين ألف، وأمريكا 120 ألف، 110 إلى 120 ألف حتى الآن، أرقام مهولة جدا من الوفيات، وبنتكلم في مصر 1400 والدول العربية كلها برضو أرقام قليلة. طبعا في ناس كتير درست هذا الكلام، وفي ناس كتير قالت نظريات ولكنها ليست مثبتة، نظريات تحتمل الإصابة وتحتمل خطأ، زي ما قالوا إن مثلا إن في إحنا اتطعمنا من بي سي جي فاكسينيشن اللي هو تطعيم السل، وهل تطعيم الدرن أو السل دوت هل ده السبب، وهل في كروس إميونيتي يعني هل في مناعة مشتركة ما بينه وبين فيروس كورونا، قالوا آه قد يكون كده عشان هم بره ما بيطعموهوش عشان هو المرض ده انتهى من عندهم من زمان، قالوا ده جائز، وقالوا انه ممكن يكون من الحاجات الجائزه ان احنا عشان نسبه التلوث عندنا اعلى شويه، او نسبه ان احنا الاصابه بالبكتيريا اعلى شويه، او التلوث الهواء والماء والغذاء وكده عندنا اعلى، وبالتالي مناعتنا اقوى شويه، قد يكون برضو كلها افتراضات. ومن ضمن الافتراضات يا دكتور حاجه مرتبطه بموضوع حلقتنا وهو الحمل، ان السرسوب لبن الام ده بيغلف ال الجهاز التنفسي وبيعمل مناعة للإنسان، وده ممكن يستمر بيه لأن منتشر في الشرق الأوسط طبعا الرضاعة الطبيعية، قد يكون طبعا من ضمن الأسباب ديت، وهو قالوا أسباب كتيرة جدا كلها افتراضات وكلها افتراضات ونظريات، وقالوا لا ده في كذا شكل للفيروس، والشكل اللي موجود في الشرق الأوسط هو الشكل الضعيف شوية، والشكل اللي منتشر أكتر بره هو الشكل القوي أو الفيريولنت اللي هو الشيء العنيف شوية، فدي كلها نظريات وافتراضات، ولكن الثوابت والله الحمد ان ربنا سترها علينا، وان احنا عندنا المعدل على الرغم من ان هو منتشر الا انه الاصابه والوفيات بتاعته ومضاعفاته اقل بكتير من الدول الثانيه. طب عايز اسال حضرتك سؤال مرتبط بالاعراض، هل يعني كلنا بنتابع الاعراض المختلفه لكوفيد 19 بنلاقيها مختلفه من شخص لاخر وبالترتيب بتاعها، يعني في حد تظهر عليه فقط ارتفاع في درجات الحرارة، حد تبدأ عنده حاسة المشكلة حاسة الشم والتذوق، حد تالت لا يبدأ بالاضطراب المعدة وهكذا، فهل ده معناه ان الفيروس اما بيصيب جهاز معين من أجهزة الإنسان فبيظهر الأعراض المرتبطة بالخلل في هذه الوظيفة؟ ده شيء جميل جدا، يعني طبعا هو حضرتك برضو الموضوع له علاقة بكذا حاجة. أول حاجة هو احنا ليه بنشوف ان في ناس صغيرين في السن بالذات الأطباء مثلا أو التمريض أو كده وصغيرين في السن، ولكن لما بيتعدي بالفيروس بتلاقي الدكتور حالته اتدهورت بسرعة جدا، وطبعا نسبة الوفيات في الدكاترة زي ما احنا شايفين نسبة كبيرة ما هياش قليلة، والتمريض وخلافه بالرغم من الاجراءات الاحترازيه والتعقيم وكل يعني بالزبط. وده اللي بيخلينا في دهشه، يعني اذا كان الطبيب اللي بياخد كل الاجراءات الاحترازيه بيصاب، ما بالك بيصاب وبيصاب بمضاعفات. فهو الناس قالت ان غالبا دي برضو من ضمن النظريات اللي اتقالت ان هو انت اكوردنج انت اتعرضت الفيرال لود قد ايه، اتعرضت لقد ايه كميه من الفيروس فجاه
يعني هل انت، فالدكتور طبعا عشان محتك بمجموعه من المرضى كلهم مصابين، او بيحاول يركب مثلا انبوبه حنجريه في عيان تعبان، فنفسه بيبقى قريب مهما لبس ومهما عمل، فهو كميه الفيروس اللي موجوده في نفس العيان التعبان قوي دوت، فهو كميه كبيره جدا، فهو الدكتور ملاصق ليه وبيتنتقل ايه. وده يورينا ايه بقى؟ يورينا ان التعليمات اللي احنا ماشيين عليها، ودي من ضمن الحاجات النقط الجميله ان شاء الله اللي احنا ممكن نقولها للناس، ان انت تتخذ وسائل الوقايه وتبعد عن الشخص المصاب، بحيث ان انت مش ممكن حتى لو اتعرضت للفيروس تتعرض بكميات قليله. حضرتك المعلومه اللي حضرتك قلتها بقى، هو في ناس بيجي لها الفيروس وما يبقاش عليهم اي علامه من علامات الاصابه، وما يبقاش عندهم اي عرض من الاعراض. كانت ملاحظه فعلا ان بنلاقي ناس مخالطه عن قرب وما وبوزيتيف. بالظبط، وتحلل تطلع بوزيتيف، وفي ناس وما عندهاش اعراض، وفي بالزبط. ناس تجيلها الاعراض وتزول ويزول معاها المرض بالظبط، وفي ناس في وقت قليل جدا تجيلها وتتدهور الحاله بالظبط كده. وبعدين لاحظنا حاجه تانية، ان مثلا في بعض الاعراض زي فقد حاسه الشم والتذوق مع تكسير في العظام، دي بعض مظاهر او اعراض جديدة. امراض الكبد يعني امراض الكبد ممكن تظهر عليهم نفس الاعراض متشابهه مع الاعراض الخاصه بكوفيد 19، والاعراض الخاصه بالكحه والتنفس دي مرتبطه بالامراض الصدريه. فهل الفيروس اما يصيب مكان فبتظهر الاعراض المرتبطه بالعرض اللي بيبقى مرتبط بالمرض بالمكان اللي اصيب؟ بالظبط كده، هو بيعتمد على كذا حاجه. اول حاجه كميه الفيروس اللي اتعرضت لها، اللي بيتعرض لكميه كبيره جدا من الفيروس بشكل مفاجئ بتبقى عليه الاعراض اقوى بكتير من اللي بيتعرض بكميات قليله. ده اعتقاد ودي نظريه. الاعتقاد الثاني، انت مين اللي اتعرض للفيروس؟ اللي اتعرض للفيروس دوت واحد في كامل صحته ولا يعاني من امراض ومناعته كويسه، فاذا الجهاز المناعي بتاعه عارف يتخلص من هذا الفيروس، ولا واحد تعبان وبياخد كده كده ادويه للضغط والسكر والكلى والكبد وخلافه، وبالتالي اي فيروس بسيط حتى لو بكميه قليله هتاثر عليه سلبا وتعمله مضاعفات. الفيروس لما دخل ازاي، ودخل عن طريق ايه، وراح قعد فين، واصاب ايه؟ ما هو برضه زي ما حضرتك عارف كده، بعد الشر على اي انسان، ممكن بني ادم ويمشي في الشارع راكب عربيه وتحصل له حادثه. الحادثه في ناس بتخرج من الحادثه العربيه متدمره ويطلع هو سليم، وفي ناس تبقى الحادثه خفيفه جدا وهو يتوفاه الله او يتحصل له مضاعفات قويه. يعني الفيروس اصاب الانسان في ايه بالظبط؟ وهل زي ما حضرتك قلت كده سبب سخونيه، ولا سبب فقدان لحاسه الشم او التذوق او كده؟ ده يعتمد الفيروس اصاب ايه في هذا الانسان، وكان تركيزه على ايه في هذا الانسان، واصاب ايه، والاصابه كان شكلها ايه. ودي طبعا عشان بتبقى كده بيظهر العرض المرتبط بالزبط. بنوع الاصابه. المشكله ان الكلمه اللي حضرتك بدات بيها الحلقه في التنويه الجميل اللي حضرتك اثرته، قلت الناس قلقانه، وهو القلق ده بيسبب ايه برضو حضرتك؟ ان احنا ممكن تكون الاعراض اللي عندي دي اعراض بتجيلي بقالي 100 سنه، بتجيلي هذه الاعراض، ولكن دلوقتي بقيت بشك اول ما تجيلي هذه الاعراض ان انا عندي المرض اللي هو الكورونا فيروس او الوباء جالي. فهو احنا لازم نفرق ما بين حاجات كتيره جدا. الوباء زي ما قالت السي دي سي اللي هي المنظمه المسؤوله عن انتشار الامراض في العالم كله، وزي ما قالت الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه، قالت في شويه اعراض احنا لابد ان احنا نلتزم وننتبه للاعراض دي. السخونيه ده حاجه اساسيه، يعني ما حدش مثلا يقول انا جالي مش عارف فقدان في حاله في حاسه الشم وتذوق فقط يبقى انا عندي كورونا فيروس. لا، ما انت خلي بالك برضو، انت ممكن يبقى عندك اي فيرال انفكشن تاني، التهاب فيروسي تاني غير الكورونا. ودي التهاب العدوى الفيروسية ده بيتشابه مع امراض اخرى كتيرة جدا بالظبط كده، فده بيعمل فوبيا بالظبط كده، فوبيا الخوف من الكورونا بالظبط. العدوى الفيروسية ممكن تكون من فيروس تاني، وانت تحلل ويطلع التحليل بتاعك نيجاتيف، ما يطلعش فيروس كورونا ولا حاجه، ولكن عندك بعض الاعراض. ولكن احنا في اعراض اساسيه لابد ان الناس لو موجوده هي دي اللي تبتدي تشك. هل في سخونيه قويه جدا؟ هل في كحه؟ وبالذات لو كانت كحه ناشفه. هل مع السخونيه والكحه زي بقيه الاعراض بقى، هل في فقدان لحاسه الشم والتذوق او حاجات من هذا القبيل؟ الحاجات دي استاذن حضرتك اخد اتصال من انجي. اتفضل معايا انجي. ايوه، السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. عليكم السلام. انا عايزه في الاول اشكر ربنا يجزيكم خير يا رب على المعلومات ديت، وربنا يجزيكم خير ان الارقام في متناول الجميع بجد والله. ربنا يحفظك ويحفظ يعني مش محمول وحاجات زي بقيه البرامج. ربنا يحفظك ويحفظ اسرتك بكل خير. معاكي الدكتور محمد حسين، اتفضلي. ماشي دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا عندي 35 سنه. تمام.
انا كان جالي ورم كده في الثدي وعملت عمليه استئصال للصدر الايسر. تمام. لما بعد ما عملوا التحاليل طلع ان هو حميد، نوع نادر حميد، هو سريع النمو فقط يعني. تمام. انا دلوقتي عندي بيبي واحد بس عنده 4 سنين، وعايزه اجيب بيبي تاني. انا اقدر اجيب امتى ولا ازاي يعني ولا؟ حضرتك هم استأصلوا الثدي كاملا ولا الورم من لا الثدي؟ استأصلوه كاملا، بس بعد ما الثدي كاملا. حللوه قالوا لي هو حميد ما فيهوش اي حاجه. يعني طلع قالوا لي ورم حميد مش خبيث. حميد بس نادر، هو سريع النمو فقط لكن مش تمام خبيث. تمام. بس فانا بعديها قالوا لي عايزه تحملي، انت تقدري تحملي مفيش مشكله. طب تعرفي، طيب حضرتك نجاوب سيادتك، انا حاضر عايزه اعرف انا المفروض اعمل ممكن حاجه، تحملي تحاليل تاني ولا لا؟ معينه؟ تمام، شكرا استاذه انجي، تابعينا من خلال الشاشه. طبعا هو سؤال بعيد شويه عن موضوع الحلقه بتاعتنا، ولكن لازم طبعا نجاوبها ونطمنها. احنا الثدي ربنا خلقه للرضاعه اساسا، مصنع انتاج اللبن. للبن. طالما السيده بتحمل وتلد، عكس ما هي متخيله بقى او فاكره، طالما السيده بتحمل وتلد وترضع، ده بيقي الثدي من اورام الثدي. فهو عكس السؤال اللي هي سألها، هل الحمل خطر؟ لا بالعكس، ده انت كمان ده طلع ورم حميد مش ورم خبيث، يعني لو كان اتاخد منه عينه كان ممكن نحافظ على جزء من الانسجه بتاعت الثدي. ولكن لو كان ورم حميد، فاللي يحمي صدرك من الاورام بصفه عامه، واي سيده لازم تبقى عارفه الكلام ده، هي الحمل والولاده والرضاعه. قله الحمل والولاده والرضاعه هو ده اللي بيعرضنا اكتر لهرمون الاستروجين، وبالتالي بيعرضنا اكتر لسرطانات الثدي او اورام الثدي بصفه عامه. الحمل والولاده والرضاعه الطبيعيه هو ده اللي يقلل نسبه الاصابه. فالاجابه ايه؟ لا، حضرتك احملي ورضعي بعد الولاده ان شاء الله ما تحصلش وتتكرر، طبعا مع المتابعه الدوريه للثدي، وان انت ازاي كل 3 سنين لازم تعملي ماموجرام او اشعه على صدرك، ولازم تفحصي صدرك في كل فتره تتاكدي ان ما فيهوش كلاكيه او اي مظاهر من مظاهر الاورام في الثدي. بشرة خير لانجي، وان شاء الله ربنا يكرمك ويرزقك بمولود اخر باذن الله. طيب يا دكتور، يعني حضرتك اتكلمنا عن الفيروس وقلنا من منظور بقى يعني علم النساء والتوليد، عايزين نعرف هل يؤثر او تؤثر فيروس كورونا على المرأة الحامل؟ تمام. طبعا السؤال ده قتل بقى بحثا خلال الفترة اللي فاتت، وكل فترة زي ما حضرتك قلت كده من شوية، كل فترة بنجاوب إجابة غير الفترة اللي بعدها. أول أبحاث اتعملت خالص كان معمول في الصين على 9 حوامل فقط، والبحث الأول اللي اتعمل في الصين دوت قال لا، احنا 9 حوامل دول كانوا كلهم حالتهم بسيطة وما حصلت لهمش مضاعفات، وما كانش في مشاكل في البيبيات بتاعتهم، ولم ينتشر هذا المرض. ثم توالت الابحاث بعد كده، طلع بحث تاني على حاجه و30، ثم حاجه و40، واخيرا على 700 وشويه حامل، وفي بحث بيجري ولسه النتائج بتاعته ما طلعتش على 2100 حامل. طبعا الكلام دوت على مستوى سواء كانت امريكا او على مستوى اوروبا. والابحاث الاخيره، عشان ما نقعدش نقول للناس كلام كتير ونطمنهم برضو، الابحاث الاخيره قالت الاتي: الحامل هي معرضه اكثر لمشاكل الجهاز التنفسي في حاله اصابتها بالفيروس. بمعنى انا لو واحده حامل، فالواحده الحامل ديت عشان الجهاز المناعي بتاعها ضعيف شويه وعشان مناعتها قليله شويه، فلو جالها الفيروس بصفه عامه هيبقى مضاعفاته قليله، وبصفه عامه هتبقى جسمها ان شاء الله يتخلص منه باعراض بسيطه سواء كحه او رشح او سخونيه او خلافه، وتختفي الاعراض بعد كده. ولكن مشاكل الجهاز التنفسي اكثر عند في علاجها نتيجه ضعف المناعه بتاعتها. والكلام ده مش لكل الحوامل، هم برضو قالوا ان الحوامل المعرضه للمضاعفات بتاعت الفيروس هم مجموعه معينه من الحوامل. اولا مجموعه الناس اللي لونها اسمر شويه او البلاك كلر غير البيض، فاحنا طبعا في مصر معظمنا البلاك كلر دوت اقل شويه من البيض، وبالتالي معدل الاصابه ممكن يكون اقل. فالبلاك اكتر هم المعرضين، اللي هم الناس السود او النيجروز او كده، هم المعرضين اكتر للمشاكل بتاعه الفيروس. رقم ده 2، محتاجه تفسير ده دكتور، وهناخد رقم 2 ولكن بعد اتصال من مدام فاطمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي، معاكي دكتور محمد. ايوه دكتور، بعد اذن حضرتك عايزه اسال حضرتك في حاجه. اتفضلي يا فندم. انا دلوقتي بكل فتره، كان قبل الموضوع بتاع كورونا ده، كان بيجي لي دور برد باستمرار، تمام، بسخن درجه حراره مرتفعه جدا،
تمام. وكنت بروح للدكتور اللي انا ماشيه معاه كده، فكان بيديني علاج. في اخر مره كان في شهر 10، تمام. رحت للدكتور، كان درجه حرارتي يعني وصلت 41. تمام. اداني علاج حقن واقراص، مضاد حيوي واقراص وكده. وبعدين لما رحت اعاده الكشف قال لي لازم بعد كده اذا العلاج ده ما جابش نتيجه معاكي لازم تعرضي نفسك على دكتور ايه جهاز تنفسي. حضرتك حامل ولا مش حامل؟ لا يا دكتور انا مش حامل، بس مش كنت مركبه دعامات في القلب. تمام. يعني الموضوع مرتبط دعامات ولا صمامات؟ مركبه دعامات في القلب ولا صمامات؟ لا صمام. مركب. صمام لا صناعي. دعامات. لا ثلاث دعامات. ثلاث دعامات. تمام. عندك كم سنه؟ عندي 41. 41. تمام. طيب السؤال بقى فين؟ السؤال فين يا مدام فاطمه؟ دلوقتي بقى يعني الموضوع دلوقتي بتاع كورونا دون، فالدكتور بتاع القلب اللي انا ماشيه معاه طبعا محذرني ان انا ما اعرضش نفسي لاي حاجه، لان في يعني المناعه بتاعتي منعدمه تماما. تمام. فانا عايزه اعرف اقعد ايه اللي زود لي المناعه وكده. تمام. ده سؤال جميل. شكرا يا مدام فاطمه. تابع معانا من خلال الشاشه ان شاء الله دكتور محمد هيجاوبك على السؤال، مع انه مرتبط بالقلب ولكن ده الوقايه مهمه جدا طبعا للناس كلها مش لمدام فاطمه بس. بس فاحنا اول حاجه، فاحنا الحوامل اللي بيجي لهم مشكله هم اساسا الحوامل مجموعه معينه، لو كان لقوا في البلاك كالرز اكتر هم الناس دي. طبعا ده ملوش تفسير حتى الان، ولكن هو احصائيات، لقوا الناس النيجروز او السود هم اكثر عرضه للمضاعفات عن البيض، ده رقم واحد. رقم اتنين، لقوا الناس التخين اللي وزنهم زياده اكتر عرضه للمضاعفات من الناس اللي وزنهم كويس. ولقوا الناس اللي كبار في السن اللي معديين 35 سنه هم حوامل عرضه للمضاعفات اكتر من الحوامل اقل من 35 سنه. والناس اللي عندها مشاكل اخرى مع الحمل، يعني عندها ضغط حمل، سكر حمل، قلب مع الحمل، اي مشاكل اخرى مع الحمل، هم اكثر ناس المعرضه للاصابه بالمضاعفات. وده برضو يطمن بقى الشريحه العظيمه من المجتمع اللي احنا بنتعامل معاها من الحوامل. معظم الحوامل بيبقى سنهم اقل من 35، ومعظم الحوامل بيبقوا وزنهم معقول عشان لسه في بدايه حياتها. ومعظم الحوامل نتكلم على المعظم، ومعظم الحوامل عندنا برضو لونهم النيجروز عندنا قليلين جدا، وبالتالي احنا بنطمن الناس ان حتى في حاله الاصابه فالمضاعفات اقل، عشان احنا بره الهاي ريسك جروب او بره الناس اللي عندهم مشاكل ده في معظم الاحوال. الاصابه في الحامل هو يعني اخد اتصال من طب. ايمان ونستكمل مع حضرتك في سؤالين. في سؤالين. ايمان معايا؟ الو. ايوه اتفضلي، معاكي دكتور. أيوة. محمد اتفضلي سؤالك. حضرتك اتفضلي، انا سامعك. نسمع من التليفون يا مدام ايمان، نوطي التلفزيون. حضرتك انا دلوقتي وانا يعني كنت بروح الشغل وكده، دلوقتي انا يعني برد جامد. ده الصوت مش واضح، ممكن نعلي صوتنا شويه؟ ماشي. ايوه كده تمام. حامل وجالك برد جامد. تمام. هو ممكن يكون في بتوع الجنين، بس انا مش طب انت حامل في الشهر الكام وبرد جامد، يعني اعراضه ايه؟ انا دلوقتي في الثالث. في السادس. تمام. اعراضك ايه؟ ايه الاعراض البرد الجامد دي؟ بس انا رحت للدكتور قبل كده وقال لي الحاله لو زادت عن كده شويه تيجي تاني. تمام. نفسك كويس يعني وانت بتتكلمي كده حضرتك نفسك كويس؟ يعني يعني ما بتنهجيش ولا حاجه؟ لا. طيب ماشي، هجاوب على حضرتك. خالص شكرا يا استاذه ايمان. تابع معانا. عيني. دكتور، وحضرتك بتستكمل يعني عايزين ناخد فعلا او نركز شويه على مخاطر الاصابه اثناء الحمل. تمام. لو زي ما الاخت ايمان كده بتقول، لو دي لا قدر الله يعني اي حامل اصيبت اثناء الحمل، فايه المخاطر عليها؟ وحاجه مرتبطه بسؤال يعني المتصل قبل كده اسمها انجي، يعني هل من المفضل لو حد مقبل على الزواج حديثا او المتزوجين حديثا ياجلوا موضوع الحمل خلال هذه الفتره؟ اسئله جميله جدا. طيب
اول حاجه احنا نحمل، نسيب نفسنا نحمل ولا ما نحملش؟ وده سؤال بنتساله يوميا. بالظبط. يعني احنا دلوقتي يا دكتور في الزمن اللي احنا فيه دوت، وطيب انا عايز احمل، عايز اعمل حقن مجهري، عايز اعمل اطفال انابيب، عايز متاخرين في الحمل وعايزين نحمل، هل الكلام ده دلوقتي وقته ولا مش وقته؟ الاجابه بسيطه جدا وسهله جدا، اذا لا يوجد طوارئ اجتماعيه ماديه طبيه فحضرتك يبقى استنى. يعني ايه بقى؟ يعني الكلام ده ينطبق على واحده متجوزه دلوقتي عندها 20 سنه ومتجوزه امبارح، متجوزه من شهرين ثلاثه وعندها 20 سنه، تحمل دلوقتي ولا ما تحملش؟ هي كويسه وجوزها كويس؟ لا استني. طب انت ايه اللي يخليكي تحملي دلوقتي وتعرضي نفسك لحاجه هتخلص خلاص مع الوقت، قدامها شهرين ثلاثه اربعه ونعرف خلاص والجائحه تخلص ونوصل للبيك بتاعها، بعد كده العمر عندك طويل. طب انا عندي 40 سنه ومتجوزه امبارح. لا احملي. ليه بقى؟ عشان انت دلوقتي عندك 40 سنه دوت، لو احنا قعدنا نستنى 6 شهور في سنه على ما يطلع عقار او يطلع حاجه للوقايه او يطلع مصل او خلافه، بقينا 41 دخلنا على 42 على ما ندور على وسيله عشان تحملي ونلاقي ان انت متاخره وعندك حاجه اصلا مأخراكي، تبقى تتاخري اكتر. لا يبقى انت دي بالنسبه لها لا، دي عندها ضروره تخليها تحمل عشان ما عندهاش وقت، ودي ما عندهاش دلوقتي ضروره ما تقعد. واحده جوزها كان بيشتغل في اي دوله وجه نزل مصر ومعرفش يرجع الدولة اللي هو عشان الطيران وقف، فأول ما يفتح الطيران هيمشي، تحمل دلوقتي ولا ما تحملش؟ لا تحمل، ما هي الراجل مش هتلاقيه بعد شوية، يعني مش هتلاقي جوزها دلوقتي كمان شهرين ثلاثة ما الطيران هيفتح وهيسافر، وبالتالي دي عندها ضرورة اجتماعية انها تحمل دلوقتي. ولكن واحدة جوزها قاعد كل يوم بيروح البيت بيقعد سواء في كورونا ما فيش كورونا وقاعد، خلاص يبقى انت يبقى استني شوية. يبقى اذا الموضوع يعتمد على حاجتين، يعتمد على الظروف الاجتماعيه لهذه السيده، احنا بنتكلم مع مين؟ احنا مفيش ثوابت، مفيش حاجات كده صلبه، لا الثوابت الاجتماعيه عند الناس والظروف الاجتماعيه بتاعت الناس، الظروف الماديه بتاعت الناس، الظروف الطبيه. يعني واحده قامت مثلا من عمليه تغيير صمامات في القلب، واحده قامت من عمليه دعامات في القلب زي المتصله ما قالت، وتعبانه وعايزه تحمل، لا استني شويه ده مش وقته عشان خاطر ما يبقاش التعب على كورونا على حمل، وبالتالي ما يبقاش فيه كده. فالاجابه اذا لا يوجد حاجه تدفعك بشده الى الحمل دلوقتي حاليا وهتختفي هذه الحاجه بعد شويه، لا احملي. لا مفيش، لا اخري شويه الحمل بقى واستني شويه على نفسك لغايه ما الجائحه تخلص شهرين ثلاثه اربعه وخلاص والدنيا تخلص. اجابه قاطعه وواضحه ومطمئنه جدا يعني. ده رقم واحد. رقم واحد. لو جينا بقى وقلنا هو في جزء تاني خاص بقرار الحمل ولا لا؟ طيب عايزين بقى نقول زي الاخت ايمان كده اما بتقول انا عندي نزله برد شديده، وفي بعض الناس طبعا مع فوبيا الكورونا بيشتبهوا ان هل ده كورونا ولا لا. بالظبط. فلا قدر الله، لا قدر الله، اذا اصيبت امراه حامل باعراض كوفيد 19 ايه المخاطر على المراه الحامل؟ ده شيء جميل جدا. اولا تفرق الاصابه ما بين انها هي كورونا ولا مش كورونا. اولا انت لو عندك سخونيه، ما احنا كل واحده عندها برد بيجي لها سخونيه، ما احنا طول عمرنا بيجي لنا سخونيه وكحه وعطس ورشح وحاجات زي كده، ولكن انت لازم تاخدي بالك من شويه حاجات. انت اول حاجه لما يجي لك سخونيه او كحه او اي اعراض البرد في الظروف اللي احنا فيها دي تعملي ايه؟ اول حاجه تعزلي نفسك عن بقيه العائله بغض النظر انت بتشتكي من ايه، ده اول حاجه اعزلي نفسك عن بقيه الناس بغض النظر انت بتشتكي من ايه دلوقتي، عشان بالذات مين؟ كبار السن، والدك والدتك، اي حد كبير في السن، بالذات الاطفال الصغيرين اللي تحت سن سنه، عشان برضو الاطفال اللي فوق سن سنه الى حد ما بيبقوا متماسكين اكتر. على الحته دي يا دكتور معلش ونستكمل الاجابه بتاعتها، لان يعني كل او معظم الاطباء اللي بنكلمهم بيقول لك ما دون ال 12 سنه دول عندهم مناعه قويه وما بيتاثروش وما تخافوش عليهم. اما دون ال 12 بس فوق السنه. فوق السنه. فوق السنة. طب ما تحت السنه ده بياخد الرضاعه الطبيعيه والسرسوط ده بيتكون. تحت السنه ده تعب وصعب. لا يبقى محتاجين توضيح بقى من حضرتك فيها دي. تمام. اتفضل. فاحنا فاول حاجه فانت لازم تعزلي نفسك عن بقيه العائله وتقعدي في مكان خاص بيكي، ده رقم واحد. رقم اتنين لا داعي للهلع. لا داعي للتوتر. حضرتك التوتر والهلع هو قاتل الإنسان، في حين إن عدم التوتر وعدم الهلع ونقفل بقى التلفزيون شوية ونقفل وسائل التواصل الاجتماعي شوية وبطل كل يوم أشوف الأعداد وأشوف الموتى وأشوف الناس اللي بتموت وأشوف، عشان ده في حد ذاته بيضعف الجهاز المناعي بتاعي، طول ما أنا متوترة وقلقانة وتعبانة وكده ده بيضعف الجهاز المناعي بتاعي. رقم ثلاثة هبتدي بالأدوية العادية خالص اللي احنا بناخدها للبرد، سواء كانت مادة الباراسيتامول أو الأنتي بايوتكس العادية اللي هو تشمل الأزيثروميسين أو خلافه، دي كلها أسامي علمية وليست أسامي تجارية. لا أبتدي بهذه الأدوية.
واذا تعافيت يبقى انا الحمد لله رب العالمين انا تعافيت واخد ادويه البرد والكحه والعاديه. طيب انا بقى على الرغم اني باخد هذه الادويه وعلى الرغم ان انا باخد بالي من نفسي وتعزلت لسه تعبانه والتعب مش راضي يروح والسخونيه مش راضيه تروح والكحه مش راضيه تروح ومش قادر اخد نفسي وعندي فقدان لحاسه الشم والتذوق، يبقى ساعتها لابد من التوجه حالا للجهه الطبيه القريبه منك بحيث ان انت تحللي تحاليل الفيروس سواء كانت السواب اللي هي المسحه او سواء كانت تحاليل الدم اللي بتقول ان احنا غالبا مصابه بالكورونا او مش مصابه بالكورونا، دي متوفره ومتوفره جدا في المستشفيات دلوقتي. وانت لو لقوا الدكاتره ان انت عندك اشتباه سواء بياخدوا منك عينه دم وبيشوفوا في عينه الدم اشتباه كورونا ولا لا، او سواء عن طريق المسحه، والمسحه برضو ما هياش 100% مؤكده، انت ممكن تعملي المسحه وتطلعي بوزيتيف وممكن تعملي مسحه وتطلع نيجاتيف وانت مصابه بالكورونا برضو عشان هي حساسيتها من 60 ل 70% مش اكتر من كده. وبالتالي الجري على المسحه مش هو ده الهدف، لا الجري على العلاج هو الاهم. يعني مش ان انا اجري على المسحه والتحاليل والكلام ده ده الهدف بتاعي، ما انا ممكن اعملها ويطلع نيجاتيف وانا مصابه فعلا. لا، الجري على اولا العزل، اعزلي نفسك عن بقيه العيله. رقم اتنين، وانت بتتعاملي مع الناس تلبسي ماسك لانك ما تنشريش الفيروس وسط عيلتك او وسط اصحابك او خلافه. لازم ناخد بالنا من الوقايه زي ما حضرتك بقى تفضلت كده، اعمل ايه عشان حتى لو جالي الفيروس ما يجيش بمضاعفات قويه، والناس اللي مش مصابه بالفيروس تعمل ايه؟ احنا عايزين بقى الوقايه وعايزين نصيحه في كبسوله للام الحامل والمرضعه. بالظبط كده. أول حاجة لابد من التغذية السليمة، العقل السليم في الجسم السليم، ولازم طول ما احنا تغذيتنا سليمة يبقى احنا قل معرضين لمضاعفات أقل أو لإنفكشن أقل أو لعدوى أقل. فلازم ناكل أكل مفيد. إيه الأكل المفيد؟ ربنا خلق لنا كل الأكل المفيد، الخضار والسلطة والفاكهة والبروتينز دي مفيدة جدا. الوقت اللي احنا فيه دوت البرتقال مفيد جدا والليمون مفيد جدا والخضار بصفة عامة، الخضروات والحاجات الخضراء دي مفيدة جدا لأنها مليانة فيتامين سي ومليانة زنك والكلام ده مفيد جدا. فأول حاجة التغذية السليمة. رقم اتنين، تقليل الوزن. الوزن الزيادة ده عامل خطر في حد ذاته، فكل ما يبقى وزني أقل وكل ما أنا أبطل نشويات وسكريات فوزني ما يزيدش يبقى أنا أقل عرضة للمضاعفات. رقم ثلاثة، هل اخد مكملات غذائية؟ المكملات الغذائية دي تزود المناعة بتاعتي، مفيش أي مانع ومش هتضرك في أي حاجة إنك تاخدي مثلا حاجات فيها فيتامين سي أو زنك أو خلافه، ديت مش هتضرك في حاجة. ولكن هل الكلام ده لو أنا عملته لوحده دون وسائل الوقاية المطلوبة من الناس كلها ده كفاية؟ لا مش كفاية. يعني انت لازم تلبسي ماسك وانت بتتعاملي مع الناس، لازم انت لو خرجتي تخرجي للضروره القصوى، ولو خرجنا بره يبقى انا ما اختلطش بمجتمع مزدحم وادخل وسط اماكن مزدحمه، ولو خرجت ورجعت البيت يبقى انا لازم اول ما ارجع اغسل ايدي، ما ده فيروس ده ضعيف جدا 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 يروح بالميه والصابون. لو انا ما لقيتش كحول، حتى لو ما لقيتش كحول ما فيش مشكله خالص، ميه وصابون هو كفايه جدا ان هو ينزل الفيروس من ايدي، والفيروس ما يقدرش يعيش على ايدينا فتره طويله جدا. لا، هو الفيروس اساسا بينتقل عن طريق الدروبلتس اللي هي البصاق، او بيبقى محمول على اللعاب او البصاق من حد بيكح او بيتكلم قصادي. فاحنا لو محافظين على مسافات امنه يعني 2 متر او خلافه يبقى ده كويس جدا، ولو لبست ماسك يبقى الدروبلز ديت هتقع في الماسك وبالتالي مش هاخده من المريض اللي قصادي. مع غسل الايدين وعدم البوس والاحضان كل شويه ده هيقلل جدا الفيروس. طب انا لو جالي بقى الفيروس وانا حامل اخاف ولا ما اخافش؟ اولا انا ما اخافش. ثانيا، كل الابحاث الطبيه اللي اتنشرت من اقل بحث لاكبر بحث حتى الان قالوا يا جماعه ان الحوامل الحمد لله معظمهم بنسبه كبيره جدا عدوا بالعدوى، عدوى خفيفه او متوسطه وعدوا على خير. طيب لو قدر الله بقى اللي يصاب، العلاج هل يؤثر على الجنين؟ سؤال جميل جدا. ده نسال سؤالين كمان بالمره عشان حضرتك تجاوبهم مع بعض. وهل بتنتقل للأم التي أصيبت لا قدر الله الفيروس للجنين؟ وهل الأم اللي أصيبت بينتقل الفيروس من خلال الرضاعة؟ ثلاث أسئلة بقى مع بعض. أسئلة جميلة جدا ومهمة جدا. تمام، أول حاجة، هل الأم الحامل ديت لما يجي لها الفيروس الفيت بتاعها إيه؟ يعني هنوصل لإيه في الآخر؟ هنوصل إن شاء الله بنسبة شفاء قوية جدا تتجاوز 80% بإذن الله في معظم الأبحاث الطبية. فهتعدي بدور برد شكله عادي،
وهتخفي بنسبه 80% بدون ان شاء الله اي مشاكل. والناس اللي بتحتاج قعاد في مستشفيات ورعايه مركزه دول الاكسبشن، دول الناس القليله، وبالتالي انت لا، انت ان شاء الله هتعدي على خير ومش هيحصل لك مشكله. ده رقم واحد. رقم اتنين، طيب وانا حامل ياثر عليا انا كحامل، ياثر على حملي في حاجه؟ يعني يقول لك ايه يا دكتور اللي جالها كورونا فلانه حامل وجالها كورونا، هل دي هتولد بدري عن ميعادها؟ لا يا جماعه، لو الدور جالها وراحت الاعراض بتاعته وبقت كويسه ما هتكمل حملها عادي باذن الله. هل هيعمل تشوهات خلقيه في الجنين؟ الاجابه لا، ما حتى الان لا يثبت خالص، لم يثبت ان في تشوهات تنتج عن الانفكشن اثناء الحمل، ودي حاجه مطمئنه جدا، عشان دايما الام تقول لك انا خايفه على البيبي اكتر من نفسي. لا، ما تخافيش على البيبي، ان شاء الله مش هيبقى فيه تشوهات. طب انا كتبوا لي ادويه عشان انا عملت مسحه وطلعت موجه وانا حامل وكتبوا لي ادويه، هل الادويه دي مسموحه وانا حامل؟ اقول لك ان 90% من العقاقير المستخدمه حتى الان مسموحه اثناء الحمل، وده من فضل ربنا الحمد لله، مسموحه اثناء الحمل. ما قليل جدا من العقاقير اللي ممنوعه، وهو كده كده الدكتور لما يلاقيك حامل مش هيكتبها لك. طيب هل ينتقل للبيبي جوه بطني؟ زي ما قلنا ما يعملش تشوهات. ينتقل ولا ما ينتقلش؟ في اختلاف في الابحاث. الابحاث الاولى قالت ما ينتقلش، وغير موجود في السائل الامنيوسي، وغير موجود في الدم بتاع البيبي، وغير وغير وغير. الابحاث الاخيره قالت ان الانتقال شيء غير مستبعد ولكنه uncommon. يعني ايه؟ يعني لو انتقل هينتقل بنسبه تقل عن 5%، و5% دي نسبه اي كلام، وقد تطلع ابحاث ثانيه تقول لك لا النسبه دي كمان نسبه غلط. يعني ايه؟ هنقول عشان الناس ما يتعقدلهاش الكلام، معظم الناس ما بينتقلش، معظم الناس ما بينتقلش، قالوا ايه؟ unpopular، يعني غير وارد او غير common او غير شائع. ده بالنسبه للجنين. بالنسبه للرضاعه، ينتقل للجنين. بالنسبه للرضاعه، البيبي لما بيتولد بياخدوا منه سوات وياخدوا منه عينه طلعت نيجاتيف في معظم الاطفال، لكن وجود البيبي مخالط لنفس امه اثناء ما هي مصابه ده غلط، ده عدوى التنفس. ده عدوى التنفس، مش من الرضاعه. لكن مش من الرضاعه. طب هي دلوقتي ولدت وخفت وجالها فيروس وبقت نيجاتيف دلوقتي، ترضع ولا ما ترضع؟ ترضع خلاص، تكمل رضاعه. تكمل رضاعه، ما خلاص ادام ما فيش عدوى عن طريق البصاق وعن طريق الدروبلتس اللي بتخرج من بقها او من طريق انفها، خلاص يبقى هي ادام بقت نيجاتيف وما بقاش عندها الكلام ده. اللبن ما فيهوش مشاكل؟ ما فيهوش مشاكل، بالعكس ده اللبن دوت فيه الانتي بوديز بتاعتنا اللي ممكن تقي البيبي بعد كده. الحقيقه يعني مجموعه نصايح مفيده جدا في النهايه بتقول للمراه الحامل اطمئني ودعك من القلق، وبنقول لحديثي الزواج او اللي بيقرروا في انهم يحملوا حمل جديد نقول لهم اذا ما كانش في ضروره اجتماعيه او ضروره صحيه ناجل الحمل الى ان تنتهي هذه الفتره العصيبه. في نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ دكتور محمد حسين مصطفى، استاذ النساء والتوليد والعقم كليه الطب جامعه عين شمس. شكرا جزيلا دكتور. شكرا لحضرتك يا دكتور عماد، وشكرا لكل الساده المشاهدين، ونسال للجميع تمام الصحه ودوام الصحه والعافيه للناس كلها باذن الله. امين يا رب العالمين. اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.